نحن أنا وبيي كثير صحبة مع نرمة. كان جارنا بالجبل رسام ومهندس شهير ألتونيان. مارديروس ألتونيان؟ مارديروس رسمه بيي رسمة. عن جد؟ مارديروس. واو. بجن مارديروس كان فنان فظيع وكان متخصص بالمارين. كمان. بحر. هو عامل لوحات بقلب الكنيسة المار يعقوب بالقدس كمان. هو وهو يسمم البرلمان وساحة عبد وال كنيسة الأرمن ساحة الدباس وبيانتلياس كمان بالقدس ويلي بعمان وستيل بنهر الكلب كمان. هو عامل ديزاين والشادات. لوريك صورته لمار دي روس. ابنه كان صاحبي اسمه ايه عشوت. ايه عشوت صح. كان بالرفيو دي ليفون الرفيو دي ليفون يشتري. عامل نياشين كمان ديزاين للنياشين. بس ما كان هو مهندس بالبلدية صح. ما عطوا حقه اللي بيستاهلوا كفنان شاطر لأنه أرمني مثل كثير ناس لأنه متعصبين للمعارنة. عرفت كيف؟ لا بجوز كرموه بنيشان أو شيء يمكن. بس أصلاً أصلاً الشادات النياشين كانوا يجوا ممديين ألتونيان يعني. الديزاين مع درابو جراند ليبان. بعدين كان بي صاحبي هو مع الدكتور جديجان يرفان جديجان. بي لنينا زوجة. زوجة نينا نينا نينا. وكمان كان صاحبي هو أهم واحد يلي كان عندكم هو الكاردينال أخاجونيو يلي كان هو بطرق أرمن كاثوليك. إيه تعرف عليه لما كان عم يدرس بروما وأغاجانيون كان شو اسمه خوري عادي عم يدرس لاهوت. عرفوا على بعض. مصطفى فاروخ. إيه. لأنه بيي درس بروما لما إجا بيروت بيي وإجا أغاجانيون لهون كان مركزه ب وين الكنيسة الشهيرة تبع. زعتاوي. لا 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 بغزير. بزمار. بزمار. لما المرض فروخ قال له الكاردينال اطلع ضيف عندي شو الجمعة يا فروخ نحن عنا بزمار نعمل نبيت كتير منيح لهلا بيعملوا بيساعدك بعدهم لهلا بيساعدوا ايه ايه بعدهم بيعملوا ايه هيدا البيت بيساعدك بركي بتروي طلع ضيف عنده قعد جمعة وشرب نبيت بترجع من الأول وتحسن فرجينا صورة ألتونيان تنشوف وعملن في الفيديو شوي وعملن هذا كان يتسجلوا كلهم وعملن رسمة كتير حلوة العذراء صورة العذراء سميها نوتردام دي بزمار موجودة ببزمار لحد هلا هي هو رسمها مصطفى فاروخ رسمها يعني بس في صورة لفاروخ في كذا فيرسيون من ذات الصورة صح في عندهم متحف فوق كمان بزمار زرتوه؟ متحف؟ لا لا بريفي بدكم تحكوا معهم والله عامل نوتردام دي بزمار ايه حلو شوف الأرمن تبع برج حمود أول ما أجوا الأرمن سنة 35 لمن هربانين من المذابح. شوفوا الأرمن. هي هيدي 33 التاريخ. 33 هي أكواريل. أكواريل. حلو. شايف. أوكي. هذا كان نجار. يعمل له الشخصيات تبعه. بس على طول نص سكران. لأنه قالوا راحوا كلهم ذبح. ذبحونا أتراك. عرفت كيف؟